السلام عليكم دو يا كابوري. السلام عليكم دو فبعرف من يحكي. وفبعرف. سكرت ما إذا ما كان. جماعة هالزلمة ضيعنا بستوكهولم. سيارته تروجيتو استوفيه الراجي. من GPS في استوفيه الراجي. من GPS. عنده يد سوينتير هذا. هالزلمة ضيعنا على برمنا الدنيا كلها. جوجل مابس هلكنا. ما شو الطريق اللي اخذنا. حاس حالي عم نتسلق الجبال. سنقطعنا الطريق العام. دكتور يوهنس بخاف من المرتفعات. بتصير هيدا خاف من المرتفعات. طيب شو الله ليك صح؟ هذا شوف عن طلع من زوج زوجة خلاص راحت عليه راحت عليه بس هذا بريكتي هذا آه تكفي ده والله يا أوبهوغليا من فوري أونجست أتاك ليش ما نروح هلأ ناخد الترين للسنتر بس لما نوصل لمطرح التين يعني ما بعرف كيف نوصل لهنيك إذا حتى الجوجل مابس قالنا خلاص فكوا عنا تركوني بحالي هلا بنشوف جماعة بهالمدينة في مطاعم كتير كتير يعني عدد المطاعم لا يحصى هون مرقت مطعم مليان مليان يعني بتحول لبرا طلع لبناني لبنان ميزة لون جرانالون جرانالون ده بوتا السلام عليكم اليوم اخر يوم لنا بستوكهولم امبارح كان اول يوم محاضرات كان محاضرات فعلا حلوه واستفدنا بعدين رحنا برمنا شوي بالمدينه شفنا ستوكهولم ورجعنا شوي متاخرين كنا تعبانين مستويين رجعنا نمنا وهلا فقنا الصبح بعد شوي بدنا نلتقي بيوهنس ونرجع ننزل نتروق وبعدين بدنا نروح على المحاضرات الساعه 8:30 بيبداوا بعدين احنا محاضرات طول النهار
وبعد الظهر الساعة تقريبا 5 بدنا ننطلق لمحطة القطارات لنرجع كل واحد لمدينته. Second breakfast. دكتور يوهنس عم يأكل ترويقته بروتين ريك فادة. خلصنا محاضرات متجهين لمحطة القطارات لنرجع كل واحد على بيته إن شاء الله. الحمد لله وصلت على البيت تعبان كتير كتير، بس الحمد لله كانوا يومين ممتعين جدا. أخذتكم معي، عرفتكم على صديقي يوهنس من أعز الأصدقاء من أيام الدراسة. تعرفت عليه وقت الدراسة، كانوا كتير أوقات يعني لما كنا ندرس كان أجزاء من التدريب اللي نعملها بالمستشفى يبعثونا على مستشفيات تانية برات المدينة اللي كنا عم ندرس فيها. وكتير من الأوقات تصائب أنه أنا ويوهنس نسافر مع بعض، حتى لفترات كنا ساكنين مع بعض. فيوهنس من أعز الأصدقاء عرفتكم عليه وأجيتكم جزء من المحاضرات اللي كنا عم نحضرها. بتمنى يكون عجبكم هالفيديو. أكيد إذا عجبكم ما تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب، وكمان إذا بدكم فعلوا جرس التنبيه حتى ما يفوتكم أي فيديو. أنا إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.